دعوة مني لكم جميعا ومن يسمع إن شاء الله تعالى. الآن في هذا الشهر الكريم الناس ما شاء الله يعني تتبرع بالأموال وتنفق ما يسر الله تبارك وتعالى. أنا أقول لا تنسوا إخوانكم من البدون في هذه البلاد غير محدد الجنسية، لا تنسوهم في هذا الشهر، يعني من الصدقات والنفقات وإفطار الصائم وغير ذلك من الأمور، هم أولى من الذين في خارج البلاد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقات قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ففقراء هذه البلاد أولى من فقراء غيرها. إذا اكتفى فقراء أهل هذه البلاد نخرج أو نخرج الصدقات إلى خارج البلاد. فلا تنسوا إخوانكم من سواء من البدون أو غيرهم من المحتاجين في هذه البلاد بصدقاتكم في هذا الشهر الكريم.